دلوقتي خلصت اخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني من فقرتنا وهو تعليق في صوره. الصوره اللي معانا النهارده وللحقيقه ما كانش ينفع تكون صوره تانية لحد غيره، لانه لازم ياخد حقه كويس جدا، هي صوره السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وتقول بقى عليه البارون، تقول عليه المخضرم، تقول عليه زي ما تقول، بس المهم ان احنا نبقى عارفين كويس جدا انه مدرب كبير جدا، مدرب عظيم بمعنى الكلمه، الراجل محقق نجاح كبير قوي مع النادي الاهلي لحد النهارده، خلينا نقول انه 22 مباراه من غير ولا هزيمه في كل البطولات، مش بطوله واحده بس، لعب افريقيا، لعب سوبر، لعب كاس، لعب كاس عالم، الاهلي معاه خلينا نقول انه ما عرفش طعم الخساره نهائيا، الحمد لله يا رب. فلازم نحييه على الحالة اللي عاملها جوه الفريق مع اللعيبة والإدارة من ساعة ما جه، راجل بيشتغل بكل هدوء، والهدوء ده وصل لنا إحنا وبدأنا نكون مطمنين معاه، وبإذن الله بإذن الله نكمل على كده، والأداء اللي هو وصلنا ليه ونحقق معاه إنجازات كتيرة جدا يا أميرة بإذن الله. بإذن الله. يعني مارسيل كولر نقدر نقول إن هو مدير فني محنك، هو دلوقتي قبطان سفينة الأهلوية، هو اللي مدور المكنة زي ما بيقولوا وماشي بيها، قادر يخلي فيه سيستم يطور من أداء كل اللاعبين، لحد ما خلانا كل ماتش محتارين نختار مين أفضل لاعب في المباراة، كل اللاعبين هم أفضل لاعب في كل مباراة، قدر يدخل قلوب كل الأهلوية لأنه مدرب عارف أدواته كويس جدا، عارف هو بيعمل إيه ومع مين، معاه قماشة عالية من نجوم الأهلي، عارف يقرب منهم ويكسبهم ويخليهم يحبوه. كولر مدرسة سويسرية ممتعة، ليه تاريخ كبير في الساحلة المستديرة قبل ما يجي الأهلي، عمل تاريخ كويس ليه خلاه يجي الأهلي، لكن مع الأهلي هو دلوقتي بيصنع إنجازات أكبر، نجح إنه يعادل رقم جوزيه وموسيماني في تحقيق فوزين في نسخة واحدة بكأس العالم للأندية، لا وكمان تفوق عليهم في فوزه بمباراتين ورا بعض في البطولة، فكل الدعم ليه ويقدر إن شاء الله يواصل تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية والتاريخية مع الأهلي. إن شاء الله التوفيق ليه ولكل اللعيبة بتاعتنا. خلصت فقرتنا الأولى، نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا الثانية.